زار سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وتوابعها مكتبة فضائية نورسات الأردن، والتقى الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب وطاقم العمل، حيث اطلع سيادته خلال الزيارة التي رافقه فيها قدس الإرشمندريت فينيديكتوس كيال وقدس الأب أليكسيس قاقيش على أبرز النشاطات والفعاليات التي ينجزها ويقدمها المكتب على مدار العام، مشيدا سيادته بالعمل المميز لنورسات لما لها من دور كبير في نقل الأحداث والنشاطات الدينية منها والوطنية. وأكد سيادته أيضا أن مكتب نورسات في الأردن هو المنبر الأقوى في الإعلام المسيحي وخدمة الكنيسة، وله بصمات واضحة في الداخل والخارج، متمنيا لفريق العمل دوام التقدم والتوفيق. وفي ختام الزيارة قدمت السمعان لسيادته كتاب شجرة وصداقة كهدية تذكارية وعربوني محبة. في البداية بحب أحييكم بهاي اللحظات اللي بأول زيارة بقوم فيها بعد ما استلمت المهام الرعائية في الأردن كمطران للروم الأرثوذكس. حبيت أزور المكتب قناة نورسات وأزور الدكتورة باسمة وكل الفريق اللي معها في العمل اللي خلف الكاميرات وخلف الكواليس، حتى يكون في تواصل بيناتنا، لأنه العمل اللي بتقوم فيه نورسات في الأردن هو عمل مميز بهم الرؤية والوجود والحضور المسيحي في الأردن وبشكل خاص وبالشرق بشكل عام، وهذا الشيء هو كتير مهم للكنيسة لأنه هو مدعم لرسالة الكنيسة الروحية وشهادتها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وجيت حتى أحكي للدكتورة إنه ربنا يكون معها يقويها لكل عمل بتقوم فيه، لأنه العمل اللي بتقوم فيه هو عمل مبارك من ربنا، هو عمل مميز، فإلها كل الدعم من الكنيسة الأرثوذكسية، كل المؤازرة، وصلاتنا دائما هي معكم كلكم الفريق اللي معها وخلفها، حتى تقدروا دائما تنهضوا بالحضور المسيحي ضمن رؤية كمان جلالة سيدنا، حتى يبقى الأردن بهذا الفسيفساء الروحي الحضاري الثقافي اللي نحن بنقدمه لكل العالم. ربنا يبارككم وبتمنى لكم كل توفيق وكل نعمة وبركة من لدن ربنا.